أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين كانت ولا تزال نموذجا يحتذى به في مجالات السلام والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب، وذلك بفضل الرؤى السديدة لجلالة الملك المفدى جعلت البحرين مملكة للسلام ورائدة في تجديد القيم ومبادئ التعايش السلمي بين أفراده. أضافت معاليها أن السلام هو نهج راسخ لجلالة الملك المفدى وثقافة ثابتة للشعب البحريني ومن الثوابت الأصيلة في الوطن، كما أن ترسيخ قيم السلام هي إحدى المرتكزات الأساسية للمشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى من خلالها دعائم الوحدة والمحبة والوئام بين الجميع. وفي تصريح خاص لمعالي رئيسة مجلس النواب بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام والموافق 21 من سبتمبر والذي يحمل شعار تشكيل السلام معا، أوضحت معاليها أنه من حسن الطالع أن يتزامن الاحتفال بهذا اليوم الدولي للسلام مع توقيع إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، تلك الخطوة التاريخية الشجاعة التي تتماشى مع توجهات جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة السلام في العالم. ومشيدة رئيسة مجلس النواب بالمبادرات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتدشين كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان ودراسات التعايش السلمي في جامعة سافينزا العريقة في إيطاليا في نوفمبر من العام 2018، فضلا عن تدشين وإطلاق برنامج السلام السيبرالي لمركز الملك حمد للتعايش السلمي وغيرها.